ايه ده؟ اتفرج على الماتش؟ مبسوط يعني؟ عسل، قلبي مرفرف فرحان. برازيل خرجت. انا حتى منك انت فرحان بقى؟ ها، كنت طلبت منك انا فلوس صح؟ مفيش. ايدك على 100 جنيه، مفيش. ايدك على 100 جنيه احسن لك، مفيش. انا تديها لي بالذوق احسن ما باخدها منك بالعافيه. متاكد يعني؟ عندك اعمل ايه؟ طيب بما اني شفت الميه اللي فاتت دي، حبه الميه الحلوين دول ماله بتعمل في الكهرباء ونخلص بقى، نخلص كلنا. ايه رايك؟ هنخلص. بص، هي في ثانيه وهنخلص كلنا، يا هتديني يا هنفذ اللي بقول لك عليه. وصلت بيك الجلال ده كده؟ 100 جنيه هتديها لي احسن 100 جنيه لك. هات، ما اسمعش هيصه، ما تقوليش هاتي لا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا عصير ولا اي حاجه، احنا مش قاعدين في قهوه، مش قاعدين في قهوه، عايز اتفرج على الماتش، اتفرج عليه في القهوه. ما اسمعش هيصه ولا تقول جون ولا مش جون، شجع بهدوء، انا قاعده لك جوه بسمع حسي حسان. ماشي، خلص الكلام خلاص. عايز حاجه؟ عايز حاجه؟ ماتش هيخلص، خليه يخلص، ماتش ما يخلص. ماشي، واقول لك هي انا اذا بايدي، ها، انا ممكن في لحظه اعملها. بالتهديد يعني؟ سميها زي ما تسميها. ولا فينا يا عم، سميها زي ما تسميها. ماشي، انا مجنونه واعملها. ما هو هتقولي لي مجنونه. حاضر، استني من واحده مجنونه يعني؟ لا، علاجها عندي بس بعد الماتش. حاضر، ماشي ماشي. تروح مني فين؟ الدنيا ضيقه. ماشي.